سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. حماية آثار أي بلد هي مسؤولية وواجب وطني، وبسوريا في ناس قرروا يحملوا هالأمانة ليحافظوا على حضارة سوريا وتاريخ السوريين. رح نحكي اليوم عن دائرة آثار بصرة الشام يلي أسسوها سنة 2015 مجموعة من نشطاء المدينة لترميم الآثار اللي طالها القصف ومنع سرقتها وتخريبها بالتنقيب العشوائي وحماية الإرث الحضاري لسوريا ضمن مدينة بصرة الشام بمحافظة درعا. بلشوا القائمين على دائرة آثار بصرة الشام من لحظة تأسيسها بإعداد دراسة وبحث ميداني لتقييم المواقع الأثرية بالمدينة بعد ما صاب بعدها نهب وتخريب وهدم وتدمير، وتم وضع تصور مبدئي لعمل الدائرة ومهامها واللي تتلخص ب إزالة بقايا ومخلفات الدمار والخراب والقصف عن طريق تفعيل ورش عمل تطوعية أو عن طريق توظيف كوادر مؤهلة للتعامل مع الآثار، تنظيف المواقع الأثرية من التراب والحجار والأعشاب وغيره، المحاولة قدر الإمكان للمحافظة على المواقع المدمرة والمهدمة على وضع الحالي وحمايتها من التخريب لبينما يصير وقت ترميمها، وضع حراسة للمواقع الأثرية وحراسة جوالي للمدينة القديمة مهمتها منع الحفريات السرية وحماية هالمواقع من التخريب والسرقة، إعادة تأهيل المتاحف وإمكانية عرض التحف الأثرية اللي سلمت من نقود فخاريات التماثيل وغيرها، كمان إعادة صيانة ترميم مبنى دائرة الآثار اللي طالوا التدمير والقصف، وأخيرا توثيق آثار الدمار والقصف والحفريات السرية اللي طالت هاي المواقع والمسبب لهذا القصف والدمار. هاي المؤسسة مثل كتير مؤسسات تانية عم تشتغل على الأرض بتواجه صعوبات كبيرة أبرزها القصف على المدينة وضيق الموارد المادية والبشرية، لأنه أعمال الترميم تتطلب إمكانيات مادية وخبرات بشرية للأسف ما لها موجودة بالوقت الحالي. ومن أهم مساعي دائرة آثار مدينة بصرة الشام تدخل القوى الدولية الفاعلة والمنظمات العالمية المهتمة بالتراث والآثار لوقف القصف على المواقع وتحييدها عن الصراع، وإنشاء مركز توثيق أثري بمدينة بصرة الشام مهمته توثيق المواقع وتوثيق حالات الدمار والخراب اللي طالت مواقع الأثرية، إضافة لتوثيق الحفريات السرية والعشوائية اللي صارت بمواقع مختلفة. دائرة آثار مدينة بصرة الشام هن مجموعة سوريين حملوا مسؤولية حماية المواقع الأثرية بمنطقتهم على قد استطاعتهم للحفاظ على حضارة سوريا اللي بتحكي على مر التاريخ قصة السوريين. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.